سي العبادي، كيجي الديربي ديال لوكوس بين النادي القصري وشباب العرائش هنا في العريش، وفي واحد اللحظه اللي الفريقين النتائج بعض عشويه وجوج مهددين، القصر مهدد اكثر من فريق شباب العرائش لحد اللحظه. كيفاش كيقرا الحيثيات ديال هذا الديربي سي عبد السلام العبادي وشنو المترجم منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هذا الديربي ديال حوض اللوكوس خسرت ليه واحد العنوان، هو مصب الواد في البحر، كنتوجه الدرجه الاولى، الدرجه الاولى اللاعب رقم 12 اللي هو الجمهور. ملي كنقول الجمهور حنا نتحدث عن جمهورين، جمهور مدينه العرائش اللي حصل ليه واحد الوعي، واحد الثقافه كبيره بالرجوع الى السنوات خلات. كانت هذا الديربي هذا كيعرف يعني واحد يعني شغل ملاعب بمستوى كبير، كان كيتمتد لذلك حتى للشارع كيخرج، وكتخرج الامور على السيطره. مع مرور السنين بقينا كنلاحظوا هناك واحد الوعي بقى كيحصل لدى الجمهور بالتعاون ما بين يعني الامن الوطني والجمعيات والمحبين، اذا كاين واحد المجهود كبير كيقام على مستوى. سي عبد السلام، شنو الحكايه ديال التعادلات في هذا الديربي؟ هو التعادلات عندنا كنفسرها بجوج ديال المنطق. هناك منطق مثلا اللي كيجي يعني استعداد القبلي للجامعه ولا بالنسبه للامن ولا كذا، ان كل ما خرج الدوري بالتعادل كل ما كيكون يعني اخف ضرر من ناحيه الشغب. ولكن الان اصبحنا كنعيشوا كما قلت انا الجمهور، ما بقاش ذاك الجمهور اللي كنا كنعيشوا يعني ديال الشغب، يمكن المناوشات يمكن السيطره عليها. اذا كنتمنوا ان يدوز هذا الدربي في احسن الاجواء في احسن الظروف على مستوى سي احمد الجروب ديال يعني الشمال اللي بغيتي تقول، هو كامل تقريبا يعني الا حيدنا واحد اربعه ديال الفرق في المقدمه فكيبقى الجميع انه مازال هناك البطوله. اذا الديربي اللي كنتمناوه هو يدوز في احسن الاجواء والظروف.